مشاهدينا ومتابعينا الكرام في منطقة غير وعلى الصعيد الوطني وكل متابعينا عبر إعلام المواطن عبر إعلام الصحافة الإلكترونية، اليوم في ضيافة إحدى الجمعيات من جمعية المجتمع المدني بمنطقة غير بالجنوب الشرقي نستضيف شابا طموح آثر وعقد العزم على أن يأخذ زمام المبادرة تعليم وترقية المستوى المعرفي لأبناء بلدته وأبناء المنطقة بصفة عامة. لم يأل جهدا في أن يؤسس جمعية سماها جمعية الثقافة والمعرفة صحبة مجموعة من شباب غيور على المنطقة. اليوم نستضيف الفاعل الجمعوي الذي يعني أسس جمعية متخصصة في دعم التلاميذ في اللغة الفرنسية. سي كمال مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا يوسف. الله يعطيك. ميرسي. الله يعطيك. جو زون بري. وي. سيحدثنا بالفرنسية هو وأيضا جاء يعني عاد من فرنسا مهاجرا. كانت لديه غيرة بأن يطور مستوى التلاميذ في الفرنسية وأيضا المستوى اللغوي والدراسي للتلاميذ. سي كمال سيحدثنا أيضا عن هذه الجمعية وعن أنشطتها وأسسها مؤخرا يعني في سنة 2013 مؤخرا. هو سيحدثنا عن كل حيثيات تأسيس الجمعية. رئيس صولخ ميخفي قال لك الجمعية كل شيء داكن المعطيات الحيثيات لتأسيس الجمعية خطوات تأسيسية. سي كمال ستأخذنا في جولة. اوكي ميرسي. بارك الله عليك. مرحبا. الجمعية جمعية التعاون الشغلي نظن يكسوري سنك التمارين سن لي زيكزيرسيس سن اي لو سويفي سكولير اي اون دوزيام ليو با لازم تيكي محل فرونسي لازم تزيد تطرت التمارين لازم تزيد محل هنا لا سبيسياليتي الفرونسي لازم تزيد ان بو الفوكابولير ان فرنسا تعاود محك لي مو غوشيسمون الفوكابولير تعاود نتعاون شي شويه ان شاء الله فهاد الزعم منك سكويدا فهاد غوسني لي محل الزعمت سي غوسن لا توسنات لا غوسن الزعم ان شاء الله. اي ما تورست تؤسس الجمعيه سي 2013 صافي غير ان شاء الله صافي تقريبا دو موا تخوا ثلاث شهور خمس شهور خمس شهور يدا نتكاف شي شويه غوس الحوايج مي صافي الحمد لله يتحلوا عاوننا الكتب عاوننا الى حوايج نفايت صافي وين ناكون يعاون صافي نفايت بعدا وين ناكون سيريوت الحاجه خاطر ناضي محل الكتب ناغون محل الكتب زيد ناضي محل الكتب وكان انا لازم نسكريو الكليمان صغوري تكليمان صغوري غير نكتب احلى ابسوزا شي شيري دي غير تقول لي الكتب باش تخشي شويه ورجال لعمنا نا غير تسكات الخزانه تسكات الخزانه بس تبسوس صغوري غرسن فين تستفدن شي شويه تسكينين لا كان نوري كبير صغوري. يعني المشاهدين الكرام لاحظتم ان هذا يعني منزل قديم يعني يعود لعقود من الزمان هنا بدوار حي تقماص وهو ايضا كمال ابن تقماص يعني كما قلت هاجر الى فرنسا يعني ثم ايضا تابع دراسته في فرنسا وهو سيحدثنا عن كل هذا. سي كمال سمحه ميرسي ميرسي بني الان ندخل الى يعني انه قدم يعني تطوع وتبرع بهذا المنزل من اجل ان يدرس فيه ابناء تقماص والدول المجاوره وهو ايضا يفكر في ان يعمم الفكره على الصعيد المحلي اذا كنت ماشي غير تقماص كلشي ما دوك يخرب ما غير ما ديوي وطاب مسرد ان شاء الله كلشي رزماسي كلشي كلشي ما قالوا لنا كي فوز سواء بريمير سواء الكوليج بوغ اميليوري سون نيفو بوغ ريغلي سي بروبليم دو ديكزيرسيس او دو كونترول إيه توجور البيان فيني إلا لابورت إلي أوفرت خسكيت أنا لاحظوا المسلم بدنا كيتعاون لا أنا كسوي مزان إن شاء الله لك لا لي شو لاخ في الفكرة قبل أنك شما دخلت نعتي مزان نعتاق الأجواء النانا اللي نقزرونا الفكرة إن شاء الله سيك داس نسكر إما إحنا نتمرن نسن ليزيكزيرسيس ومن طول داس نسكر إما إحنا المسرحية إما إحنا نرسم Donc on essaie de, par, on étudie l'enfant, on regarde ses besoins et on améliore ses défauts. فيكس ذا الفكرة بالضبط ما غليت كمتخصصة لاحظ أنه جمعية المنطقة تتجنت الديفلوبمون تكسين
وناخ تنمية لكن بصفة عامة تجد تنمية جمعية تنموية ما بالضبط اللي هي متخصصه كيلتوري سافوا ما يدير فكره بالضبط بالضبط نقرا سبيشاليز على الصغور على كيلتوري سافوا باسكو فيت نفي نغريت على الجمعيه ضدنا في الناس اللي تقول الحوايج تسين المشاكل نقول لك غير التعليم التعليم ولا كيلتوري بو ايفيتي المشاكل ديال الجمعيه ديك شمو يدريطي على الرايه دوكو سي سبيشاليزي دون لا لانغ فرونسيز اي لا كيلتور اي ان بو دون ريشيسمون تو مي اون ريستون دون لابرونتيساج سون سورتير دو دومين دابرونتيساج سون بارلي دو voilà, on reste un peu dans l'apprentissage pour garder le rythme, pour ne pas essayer de se perdre au milieu de nos projets. Donc on s'est fait un objectif à atteindre, c'est que, Inch'Allah, on est en train d'étudier les statistiques d'un enfant de Tsagoumas, les probabilités d'atteindre le bac, et on est en train de travailler dessus. Inch'Allah, on va essayer de savoir qu'on leur dira à l'école, voilà, vous avez 40%, là vous avez 100%, là 80% de chances d'atteindre le bac. Donc on essaie d'étudier et voir dans quel étage, dans quel niveau ils ont un problème pour essayer de modifier le niveau s'ils ont un problème en 5e, en 7e, en 8e, tout dépend du niveau ils ont le problème. On essaie de les orienter, les accompagner pour essayer d'arranger leurs problèmes. ايه حاولت تخلط سي كامل سبحتها شويه الدارجه شويه الامازيغيه شويه الدارجه باش نتواصل على الصعيد الوطني اكثر سبحتها ماشي المشكل الفرنسيه ان شاء الله تفضل سي كامل بسم الله ايه هنا ايضا نحن في داخل قاعات وحجرات الدراسه ارنتسنا التلاميذ نيت دراسن تقريبا اي تي سناد القسم الثاني لا تستفاد مزيان ها ماذا تستفاد معنا بالضبط ولا ماذا تقرا سينا ما تقرا ها محمد قراءه بالسفر الفرنسيه لا ليكتور هي الفرنسيه لا تقرا بالفرنسيه صافي 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 وهاك استفدت كم معنا استفدت كا استفدت كا سي عاون يدغ سي كما داون يتنعس ولا مزيان ها مي معنا ها مي لا سيو تعال نمشي شويه الى كان لوغليا الفرنسيس اسكا ها سيت ادريس 1 2 3 ها سن سمعنا حتى يلا 1 2 3 جوي لي فيزو 4 5 6 7 8 9 10 برافو اسم منك بعدا اسم منك ايوه مكيين اسم منك محمد حمزه سمير يونس يونس الله يطلع عليكم يا الحجره يا اثنين اذا بين الان التلاميذ المستوى عرفا سي المستوى ديال هذا النيفو 5 6 5 4 6 كاع واحد لا داك انت سهران شويه صافا بيان صافا هذه بغيتها لاسي كمال الذي يغيون التلميذ هو ما معناه انت اللي قال لهم التمثيل مسؤول القاسم ان شاء الله شكون كان هذه جماعة فاميلياريز افيك لورديناتور اون سي بسو سو بوس لاحظ بادوات بسيطه ثم ايضا لاحظوا يعني بمجهودات شخصية وفردية استطاع أن يخرج هذا المشروع الجمعوي المشروع التعليمي لدعم تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة وأيضا العامة بصفة عامة من أبناء الدوار وكما قلت بأنه سيعم الفكرة على عموم الساكنة كيين كتلميذ استفدت مزيان زعما كيدونا ولا الا بدير هذا نيسي سي كمال اسمك بعدا اسمك بعدا اولا كميتا ها علي احمر لي احبار ما تستفد تقريبا يقول سي كمال وتي تستفد ديك المدرسه مثلا ميدي لا اوكي ولا متى الحوايج اللي تستفد لا تسيد ايه نعم تعلمت اسمك بعدا سمعتي هي استفدت معنا مزيان واش كان الفايده واش كان الخزانه اي ضعيه انا بالخزانه اها كان الصور تفهمت مزيان تقول يعني تحسس بان مؤخرا تقال مزيان تمز من النتائج من بعدا حلال انت مزيان
ياك نورمال التلميذ هذا المستوى السادس اييه لاحظوا ايضا وفر لهم ايضا حاسوبان يعني دا يستفاد بزاف فرت فراسني والحاسوب دا يستعلم يستنا بزاف جمعه ديال العلوم من الانفورماتيك وتعينا السكر ديالنا طبلو ها طبلو المي ايش ماو ايش عام الورد استفدت بزاف هنا سي كمال مزيان قدامنا بزاف ايه ايماجيني بالفرنسيه تاع هنا تيجي شويه الفرنسي ايه شحال اسيو من الفرنسي وانا كان ايه صوري شحال 19 سبع يتقارس مكين 6 شحال اسيو ديال الفرنسي 6 شحال تساوي تقبل زعما ما ديش نقبل داك تا قلت درتي مزيان مكين ممكن شحال يتقارس 7 شحال اسيو ديال الفرنسيه 18 بارك الله عليك برافو ما كنتي مي يلاه تسلمي ديالتين شحال يتقاد بعدا 6 شحال تسوي الفرنسيه 6 6 يعني شحال تسوي تقبل 4 5 دغيا قولي تحسن المستوى ايه مزيان ما دوني السير كمان اللي تقولي تحسن المستوى زعما ما دوني السير الفرنسي سمجيان طرتي سوره اه طرتي سوره مزيان كيما كيمين تحشام ما عادي شحال تقارتي 6 شحال تسوي ديك شحال تسوي ديك الفرنسي؟ 6 يعني قبل تسويت والو اما 4 يمكن 5 غير تقول تحسن ما كمي يستوي كمي تقارص شحال تسوي ديك الفرنسي؟ 6 اه اذا بعدا تيلي هنا صافي ان شاء الله سي كمال خفوا الدار جانب تطور المستوى التلاميذ ولنا اكيد ابناء المنطقه ترى كويسين معنا يدا استفدنا وليدني ما وصلنا كي في لاسوا في لابرونتيساج ما شاء الله غير الوقت غير الوقت ديال الدراسه تي كي من الصباح الحمد لله معنا باين ديك السنه كيصرا العريض معنا استفاد منك مزيان تسلعت لانك تستلمتني التعاون مي درت فلوسي ما حي ما ان شاء الله تنال بد الناس ولكن في الوقت ما درت ارتحل ان شاء الله مالي تركز سي كمال سامحتي في الفرنسيه بالضبط ماشي اللغه ديال اثنين ما فيت انك سكوا الفرنسيه باسكو تعرضت غير هذا فين كان غير هذا عاون ولكن الفرنسيه لا غوسن سكوا راني بون لي فيل داتين برا قال شي شويه قال مزيان الفرنسي بس هو هذا اللي قالت لا وصل المشكله خاصه الا ضوع فيلا ولا في باين لك القريه ماشي مدينه باين لك شكون خصها نورمالمون عيد عني بونسن خصها تسوون الفرنسي كراس خصها تسوي بصوص الفرنسي مي لا في نهار ديروج مش في البريمير وحلسنا وحلسنا دغيا كي تحسس بانه المستوى نسني غادي يرتفع شويه يا غود يتنفاد ان شاء الله يا غود تفرق كي تقريبا انا نزل كدان زعما ميخفي غير المستوى نسني المستوى نسني قال ضعف ناقص شي شويه ناقص من نسن ودا استفاد ودا تسلان وقالوا راس قالوا لا غير كوس نجموها سي محمد كيما جانب الحروف دغيا قلنا كنا نديرو الحروف دغيا سنا كود هي هاد السي ونسن صافا الحمد لله غنضا تجبرو كنا نديرو هاد السي ونسن غير كي غنضا صافي كلشي تنجبرو هذا خصها يوري اسم الناس خصها هذه قلنا عنز اقول صافا بعد هذا انت كي تستمر يقول القناة تعاود السيارة تصدر فوت تسكي حول السيارة مزيان صافي الا وكان البرنامج ثلث البرنامج نيت سنوي من كل البرنامج في تقريبا الطريقه العامه اللي كينسون يدير الجمعيه انه الطريقه تسول المعلمين السكيلات حتى السكرت ناس البروغرام نسال من تكرات سنه الاولد من السبع ايت الشراكه ديت نسكت غير ميد غير لا رولاسيون كي دغ نساو لا كوبيراسيون سون لي بريديكسيون يوتيون الاول ما كان كي دونا حاجه دار فيها ما نكونش نعرف نشحن هاد الحاله قال انا السواسل صافي فكنا على البروغرام نسال هاد السبع وميم طورات نتاع زايد محل لي مور زايد لوريشيزمون لي مور فرنسا فوالا الحمد لله بعد صافات نسام المعلمين ومن بعد زيد فوالا تسمع وانا شحال استلام الاعضاء الجمعيه سي كمال شحال سوق هذا كلشي اه باوينا كلشي لا مزيان 70 لا لا غير الاعضاء المكتب بعدا الاعضاء خمسه
خمسة خمسة سنين المكسب. إيه ولا نلاحظ ولا خسكي نمس كان الأعضاء اثنين. با كل خدمة خدمة. كين لانج برا كين. لا لا يعني ولا الكازان مين دعوني المندد ولكن نقص الكوميرس لا نقص الحواج. أموري جن خاصة. أمور خاصة ولا. إيه. ديسبان الناسن دوريك سكنا لوخ ستيكينا سيقول لي ورا. إما إن شاء الله زين سيدنا. واستصلت جلستي دال فرنسية قبل منطقة واستصلت كل جمعية اثنين. كيف كنت كان دعم مثلا ساورة واستصلت مثلا السلطات المحلية قبل في دير الجمعية الموية الشبكة الجمع. إذا كنا الجمعية تقريبا المنطقة كنا ساعدنا معنا إذا كنا زيد شوين ونا. لا ساورة قبل سكان الكوبيراسيون الفيدراسيون ساورة قبل جمعيات من برا. قد خلص للاستجابة شوية كالانخراط يعني واسع شوية. لا صباح الحمد لله صباح الحمد لله. أبناء نت نتقماس مثل أندية دريتين غرمانية طين. برا لا تبي كعود يجيك سود تعاون شي شوية برا يجي مثل ما يتعاون. وهو دراري خارت نغارت كيش نغارش من دي الجمعية. رات استفدنا ودي اثنين. سلاميت 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 واه سلاميت غير لا 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 الاقرب ديال الفوزيناج غير الاقرب ديال الفوزيناج زي اللي كان براك مع لا يسريت يسفانو لنا كان الدول حتى الكوليج غوص ساكيم غوص الفلسفه ايوا ان شاء الله كوست سي محي محل سوس كوست رجع لنا خدمه بيان اورغانيزي بيان بريباري بيان فورمي ان شاء الله ان شاء الله هذا الرون هذا كوبي كنسلس 15 مليون امور ان شاء الله دابا المجتهدين ميدخل المتعثرين لا انني مور اللي كان معنا كان ضعف شويه الفرنسيه اكثر ولاد داك الدايك دابا بين الناس اللي خاوز الناس استخسار هذا الشوارع ماشي وانا ودا يضعف ودا زيد ما تغري المودال ديال تسلط على راه السام ولكن السام كان الطريقه معنا تجبد مكان التلاميذ يضنني ضعفان وتنسقم المعلمين مثلا سنتين مثلا حتى التلاميذ نوروني ضعفين ممكن هذا نزيد شويه نرفع النيفو نسد بعيد كصوري نسن لا بروميير فوا اللي غادي تصراي تصاوب عاصني كي المدير تصراي على ضمن الناس زيد نيكون انترنت نيك ازدرات فرنسا برا ازني نيد مي خلا ولو لوكس ولو لوكس لوكس اللي تسكرينا على البروغرام اللي دابا تسكر النيفو اللي تسكر انا بعد حنا جانا خد المعاونه وصل من التحنا جا واخا تروح حاجه كلشي مدن مي ان شاء الله كنت دابا نحاول نلقينا نضمينا نارونجينا سي كمال الجانب الدغن الجمعيه سيدا تقريبا تورك نسخسخ في لي زوبجيكتيف في الجمعيه ني يوزون التعريف ولا ديفينيسيون في الجمعيه الجمعيه مزانت الجمعيه ديفينيسيون معناها مزان جينيرال سي دو ماركي ليستوار انا ماركي ليستوار انا عاوني مزان افاد 20 عام 30 عام راه في نقصوان وين كنت نسكن ضد عاونه ضد عاونه بداني نروح انا ماركي غير الصدقه لله انا نعاون انا عقل بني كان غراني كان جمعان استني كان ناريون يقول المشكل اللي تاعي انا في الجمع كان الجروب يسحل لي المشكل كي ماشي خصني نيت الجروب يصاوب لنا حل لي المشكل معنا ديال برا يعني داك يجي الملاحظه اللي كانت النايس متى متسامع على مي قال بزاف يتلاقي استفاد المشاكل الفرنسيه بالضبط التلاميذ نور كي لاني غير غرامير مثلا لو كونجيزو مثلا ميد لوكتوغراف ميد ليكسيك مثلا ضعف نور في لنا غون التلاميذ نور المشكل اللغه هذاك غالي الفرنسي مي بروبليم مي لا قال الفرنسي فوالا مي سي يغول برونسيون وانا فوالا مي سي يغول الله اعلم سي سا البروبليم المشكل سي نور موك دو مون الفرنسي خاصنا لا ديفينيسيون لي مو خاصنا نسينا مي سي يغول لنا نقال نقال نضيك سي صغار غرايك الحمد لله غرايك مي لا تصور يا اهلا نرشد التلاميذ هنا التلميذاتنا ديال تحقن اذهب وتريما التغريم ها ايه السي كمال قال جانب الدغنه الفرنسيه هذا وغير كنت التلاميذ ديال الثانوي غير يعني تقريبا لا تركز مخ في الابتدائي ياك لا الابتدائي اون جينيرال مي كل سنه سي محي محي كذا كي نعرفو ديالو جديد
كنا كان 55 كلش كنت الناس تسدلي الكوليش ارسا كلش كنت انا ارتسمع غير انا تقول تقول لا فورماسيون كنت نزي لحي محاس لمنين سدنا ولا كنا احنا الجماعات الكل يشوف قايد الكل يشوف كنا قايد الكل يشوف قايد الكل يشوف قايد الكل المشكل الكل دار زني فاش درت حان فان اسكو سبعين فان زني كي صغوت لي وزد درجه عاد صلي تاع اللي مو نفسا نقول دونك دي كو خلاص تحاول عندي الانتقاد السير كي محلي سورتي بيداغوجيك لي سورتي كولتوريل سوف فوالا لي بنسى لا بيبيوتيك لي بنسى سال بيرمي السكر من خرجت ياك خلاص سير خرجت لي بنسى بيرمي لي بيبيوتيك سي كاتني دا نا الميوزيك لا لي غورج لي ستوار نحاولو لنا اساس لي ستوار لي توصل ديال لي سوار نورمال ديال لنا تاريخ المنطقه الذاكره المنطقه مزيان اذا السي كمال هذا خصو يدخل في الافق يعني العمل المستقبلي والبرنامج المستقبلي ان ترمى السكرم الافق القريب استاذ يعني السادات اه العرب ان شاء الله سيك نحاول نرجع غادي هذه ديما مهم نتابع الهم نسكر لورغانيزاسيون بروغراما البروغرام بيان يشيران البروغرام النفل البروغرام سولي فخوف انك لا يتسابع عندي شار كون كلاسات انك لا كلاس لا كلاس انتي ستا لكن سون دا نجمع شي شوية انتي سخمتا لازي ستا حاول شعب راس كان انك ونواس انتي ستا ونواس انتي سخمتا نحاول انك انا زايد شي شوية اشبه لك تماري ولا غو تشينا نعلم ما جانب الاعلاميات ودا تعتمد جانب الاعلاميات باش تزيد ترفعت المستوى نسن اش كيكون خصنا لي جينيتور خصنا نكون خصنا حواسيب خصنا لي مويا داك الكل راه يوزاو صار يعاونوا يقولوا لك ديال المعقول الا فكرة جنبوش كي ودير صار يعاون السود ان شاء الله تسقنا عاونيت ينتحي لك بعدا في مجهودنا المبادرة يعني زي يعني المجتمع المدني بتنغير متحرك مجتمع يعني يتحرك مجتمع يعني يقوم بأدوار يعني كبيرة جدا في خدمة المواطن وخدمة التنمية في المنطقة وخدمة التلاميذ وخدمة التعليم مجموعة من الواجهات يتصدى لها يعني أبناء المنطقة يعني في غياب أو فينا نقول ضعف تدخل السلطات المحلية والمسؤولة سي كمال سيغ يقول الجوله يعطي انت نعتاق كان نوثق نعيت ها كل المرافق يعني اذا لاحظوا تجهيزات بسيطه جدا يعتمدها في دعم وتقويه المستوى اللغه الفرنسيه للتلاميذ الذي شكل عائقا كبيرا للتلاميذ حيث ايضا نحن ايضا يعني عانينا الجيل لي جينيراسيون دنا يزرين عانان بزاف كي ترجعني بالفرنسية دغات فرصة دغرينا ودتني استفدن وهذه مناشدة ونداء لجميع الغيورين والفاعلين في المنطقة تحركين تساعد جميع التلاميذ تفعلني في المنطقة كلها ومحاربة الهدر المدرسي التعطل المدرسي دابك المشاكل التي تعاني التلاميذ ان شاء الله باش نسكر لي كارت نسكر بطائق الانخراط كذاش كل شيء بطائق الانخراط وتعانى كان العراقيل مثلا كان المشاكل مثلا هنا تبديت لنا استاذ وسيفيت كان بدنا باقي تسيري دابا ما تساوي لنا ما خلاص لا لا ما يسمدني شنو قال شي شويه تين ورا تين نعم الهموم انك ما تسيري لنا بعض حاجه ولا ولكن يخدموا لنا ولكن يخدموا لنا باسكو اون فيت نو تدوينا شحال ما قال لامبورتونس نصغروني مزان يدبني هذا قال قدام ان شاء الله نسكاد هذا تخسع 20 عام يدبني مقالي طبيب اللي دينا لك يعاون اسمي شادي كي يدني التعاون ان شاء الله اللي دورنا في ساعات زادي عشر سنين تنزلي في ساعة وقت تنزلي في ساعة اللي قبل السر ان شاء الله سر ايه ساعة ان شاء الله معاون الا ورك الارشيف كان نروح كل الصور الخروجيات الخرجات الخرجات اللي سورتين وانا ياك نسكر بيداغوجي مزيان سامية وكي تقريبا حاول داك تجمد زينا لا تغيزي ما زينا اوكي ام لي غورج ام نقص ايغران ام نقص الخزانه هي الحقول الى مضيق تدغا الى خزانه المركب الثقافي تيمي تامونت تبون جمعيه تامونت لا ماشي تامونت اه مقرن جمعيه مقرن مقرن دي لينكسين غير تين غير ورا مزيان مزيان مقرن تين غير صوب النعم مزيان طلع لنا الحمد لله نو صافا الحمد لله داون التفاني سند الى الميم الميم بوزوان الحوايج اللي كنسكر هذا بوزيان
صبر ان شاء الله كل شيء اه ان شاء الله سي كمال شو ال ان شاء الله نا بالنسبة للفضاء بعد الجمعية وين نيت هذيك وين ميس من سيك؟ اه وين نيت هذيك ان شاء الله وين نيت غرون نيت الظنيت؟ يعني انه كمال شاب كمال يعني بصفته متطوعا وتبرع ايضا كما قلنا بانه تبرع بالدار ديالهم يعني واحد وهي كتشكل من بين المآتي العمرانية بالمنطقة والقصور ديال المنطقة القديمة اللي شهدت واحد التاريخ قديم جدا عندي منذ قرون يعني انها واحد المعمار واحد التراث ديال في المنطقه وكانت هنا واحد مجموعه من الامور اللي كانت هنا في التاريخ ديال المنطقه سي كمال غادي يهضر لنا حتى نستغل الفرصه باش هذا يسولك خويا دغنا التراث المعماري لاحظوا هو بنايه قديمه جدا يعني والفضاء ديالنا مزان حتى والتراسه مزان هذا ديك ستروسن انسن ما شاء الله تقدر يقد زايد هذا ضيدنا عيدنا الاولى عيدنا الاولى في السبعينات هذا ضيدنا لاحظوا قصبها تيغرم دستين تيغرم تكتب ماس ياك هذا تسول تم ترميمها مرارا وتكرارا بغيها تسول تحفظ شويه خلو العاد هنا الناس مع بعض الترميمات والاضافات العصريه دانتيني هذاك تاع المعاونه صغوري او زين هذيك القاعه القدام كما يعلم الجميع كم هناك شعاع الضوء شويه كما يعلم الجميع الطين يحافظ في الشتاء على الدفء ولا يعني تلقى الحارة من سميتو هذا تحلو ولكنك يمكن أن تكون تقاس تترقى الصيف داي لا تقرفها تحلوها دي تتجر واحدين بين القاعات الأخرى أني وفر منيتنا تخصني تبدأنا دراسة صافي هاد الغرض تقريبا نسي كمال ياك؟ لا هاد الغرض دابا ورا البورا صغير هاد الغرض خطينا هاد الغرض صغير تقاس الحمد لله صافا بعد هاد الغرض ايه واحد مثل لا يعني كنت شغال ولكن مثل المحي محامته قال الحوايج اذا سي كمال تقريبا الا غير كما زيد جاني بدا لا صافي سي بون الحمد لله ذكرك بنتنا